لا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه 6%، احنا بنقول اسماء لاشياء موجوده. لا ده حصل يعني ذيع انا ما بحبش ان انا خدت بال حضرتك الا لما يبقى في دريبه اثبات ذاعت الفيديوهات بتقول عليها الاستاذ هشام ذاعت. احنا عايزين فعلا انا ما بدافعش عن حد، بس انا خدت بال حضرتك احنا كل حاجه هتبقى موثقه، كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده هنقعد مع الاتحاد وهنقعد مع الناس، وفي لجنه تقصي حضرتك هتنزل تقعد مع اللعيبه طبعا، وهتنزل مع الاداريين، وهيبقى ينزل خدت بال حضرتك مع اعضاء الاتحاد كلهم. حاجه بس ست النائب بس ان ما يبقاش زي كل مره، لا مش زي كل بعد مرة كل مرة اخفاق نشكل لجان واللجان ينبثق منها لجان واللجان ينبثق منها لجان، بعدين في الاخر تبقى موجوده هنلاقي ان احنا رايحين الاهلي اشترى لعيب الفلاني وخطفه الزمالك وهننسى كل الكلام ده كله. هو حضرتك يعني والزمالك اشترى مش عارف مين المره دي بالذات غير اي مره لسبب. احنا يعني معلش احنا كنا متوقعين هذا الاخفاق، ما اخبيش عليك يعني. يعني انا كنت قاعد مع المهندس فرج واتكلمنا في هذا الموضوع وقال لي مش ازاي متوقعين هذا الاخفاق، والشعب المصري كان عنده طموح انه يعني الشعب عنده طموح، خدت بالك ان الشعب شعب طيب ونفسه اي حاجه تفرحه، الشعب ده غلبان مش بس علشان الشعب طيب، هو علشان الشعب واثق يفرحهم في تاريخه الكروي يعني. لا حضرتك الدلائل كلها اللي كانت قبل المباريات كانت سيئه جدا، المباريات الوديه طبعا يعني طبعا حضرتك العينه باينه زي ما بيقولوا يعني، وقالوا الجواب بيبان من عنوانه اقل منتخب استفاد سيئه لم نستفد من اي مباراه وديه خدنا حتى ماتش كويس. طب ليه كان في توقعات من المنتخب كربون من الجمهور المصري للمنتخب؟ كان بقى ان امل صلاح يرجع ونعمل حاجه ماتش اوروجواي حضرتك الحاجات اللي هي بيقولوا عليها ايه العشوائيات بقى عشوائيه يعني صلاح كده ربنا يفتح عليه كده ويجي له كوره ويجيبها جون ونقفل على الماتش ونكسب. خلي بالك برضه اللي بالك دي، لكن السيناريو ده كان كله ممكن يتغير لو صلاح جاب الجول الثاني امبارح مثلا، يعني الفرصه اللي لاحت صلاح كان السيناريو غير، بس ده مش هينسينا ان السعوديه كانت افضل مننا طول 90 دقيقه. في فرصه لصلاح وكان في فرصه لتريزيجيه بس الاهلي وتريزيجيه في الشوط الاولاني يعني كان ممكن السيناريو ده كله يتغير للامانه يعني. ما كانش هينسينا زي ما انت قلت خدت بالك بس ما ينسيناش بتاع البرازيل، احنا ادائنا كان سيء جدا قدام روسيا، كان اسوأ قدام اورجواي رغم الناس كلها كانت فرحانه، احنا ما رحناش على اورجواي ما لناش ركله ركنيه. حضرتك هاتي كده الفيديوهات بتاع ده الاحصائيات بتاعه المباراه، ما فيش ركله ركنيه للمنتخب المصري في ماتش اورجواي.